تستخدم أداة البارت ليبل لإنشاء ليبلز تشير إلى الجزء أو المجموعة وتظهر اسمها للإشارة إليها بسهولة. يتم تفعيل نمط السنجل سيليكشن بالوضع الافتراضي، ويسمح هذا النمط بإظهار ليبل لجزء واحد من الجزم. سنظهر مثلا ليبل للسكند ريب كجزء. لإظهار ليبل لمجموعة من الأجزاء نفعل زر الجروب بالضغط عليه، وللتوضيح سنظهر ليبل لمجموعة الرايت ريبس. يمكن من خلال زر ملتي سيلكشن إظهار ليبل لأكثر من جزء. لإزالة الليبلز من جزء من الجسم نضغط على الجزء مرة أخرى، ولإزالة كل الليبلز دفعة واحدة نضغط على زر No Labels.